الو، شو وين صرتي؟ عم فكر باللي قلتي. سهل جدا اللي قلته وصعب جدا اللي قلتي. ليه؟ في احق منك تكوني معي وحدي وتنتبهي علي. شرف كبير يا قمر، وحياتك شرف كبير. وطفو عليه، محسستيني كانه عينك فيه وطفو عليه. لا ابدا مش هيك، انت على راسي من فوق. قبل ما تحتاري وين رح تقعديني بدي افهم انت وين رح تقعدي. انا بدي اياكي معي بالشغل هون. انا يوم منيحه وثلاثه لا. هلا انا عم البنات منيح واوفيا، بس منن عظام الرقبه. انت عظام الرقبه. هلا صحيح البنات اوفيا، بس منن قمر. انت قمر. ولك انا خبزتك وعجنتك 15 سنه وجوقفه، ما لقيت احسن منك اصلا، ما لقيت مثلك حتى اقول انه في احسن ولا مش احسن. مسؤوليه كبيره يا قمر. وانت قدها، انت بتفهم بهالمصلحه اكثر مني ومن البنات. انت مصممتيها، مشتغلتيها، علم متعلمه، لغات بتحكي. لك شو بعد بدي انا احلى من هيك؟ مين اولى منك يستلمني؟ تستلم شغلك قصدك؟ لا، يستلمني الي كلني على بعضي، صحتي، مصرياتي، ثروتي، كل شيء. ميسم، انا صرت مثل ولد صغير، بدي مين يكون حدي يرعاني يفوقني على حبة الدواء بس انساها. بدي حدا يكون بالأوضة التانية نايم حدي بس اندهله يركض لي. ميسا، أنا صحيح في عندي مرة من ضيعتي عايشة معي، بس أنا بدي أنس، بدي مين يونسني، بدي حياة بالبيت. ميسا، بدي أنت وبيتي. لا يا شيخ، لا تكوني ورتنتي من جدك الكون دي مونتي كريستو وأنا مش عارفة. ولك ما كله شقفة بيت بالأجار. على رأيك. بعدين انت لازمك مدخول، رح ادفع لك 5000 دولار بالشهر. شو؟ بعرف انه قليل. طيب رح اعمل لك كريدي مفتوح وانت بتسحب اللي بتعوزيه. قمر، شو تقبريني انت؟ لا، مش قبل ما انت تعمليها. تسلميلي انت. انت اللي تسلميلي، لاني أنا مسافرة ودعوني. رجعتن شي؟ قبل حضرتك أكيد لا. خد رجعون، كل نمر عامر بك. شو ناوي تعمل؟ مع جنين ولا مع عامر؟ مع اثنيناتهم. تفلي؟ بدك تفلي من هون؟ ونحنا؟ ايه شو مسافرة مني عند قمر يعني؟ انه اذا كنت عند قمر ما بجي بشوفكم؟ ما عم بفهم ليه بدك تتركينا؟ بترك حياتي وما بترككم، بس انا شفت مثل ما شافت قمر، معها وعندها افضل. معقول؟ انه هلا رح تبطلي جارتي اللي بحبها؟ رح ضل اختك اللي بتحبيها ان كنت معك نفس البنايه او بمحل تاني، ما تعتلي هم. طيب شو عملتي هلا بالنسبه لها؟ بعد ما عملت شيء. يا عمي شو قصتك يا مرة؟ اعملي هالفحص لتعرفي اي بار بدك ترسي. رح اعمله، تعي معي نضب الشنطه. لا لا لا، بدك تفلي ضبيها وحدك. لك يلا امشي معي. ماني مضطره. خلاص. انه خلاص يعني؟ بدي ارتاح نادية. ايه اوكي. وين بتصيري تشوفي حبيب القلب؟ انه عند قمر، وين بدي اشوفه؟ ولا ما عيب تشوفي عنده؟ عيب على اللي بيعمل عيب. ميسان؟ ما بدك تودعي جميل وخالد؟ نادية شو بكي؟ انا ماني مسافرة، باقية بالبلد، ليه عم تعملي منه قصة؟ معك حق. خلص ما تزعلي،